تبدو العلاقة الظاهرية بين الإدارة الأمريكية والرئيس علي عبد الله صالح كعلاقة مستثمر مغفل بسمسار مضلل وشديد الانتهازية والابتزاز. ما إن تخطو الإدارة خطوة نحو الانحياز إلى خيار الشعب اليمني الذي رسى منذ فصل كامل على إسقاط نظام صالح حتى تتراجع متحفظة ومتهيبة وكل همها الشاغل مكافحة الإرهاب. ليس لظن منها أن صالح هو الرجل المناسب لهذه المهمة على الأرجح. فمن غير الممكن أن تكون الولايات المتحدة على غير دراية بما صنع حليفها مع الإرهاب الذي ازدهر في عهده ونما إلى حد أن عشعش في حذاء شاب نيجيري حاول تفجير طائرة ركاب مدنية فوق سماء ديترويت، وقالت أمريكا نفسها إنه تدرب وتجهز في الأراضي التي يحكمها صالح. قبل أن تتعهد أمريكا مع صالح على محاربة القاعدة عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، كانت القاعدة مجرد أشخاص غلاة يؤمنون بالجهاد ضد القوى الكافرة. لكن بعد إبرام العقد صار للقاعدة تنظيم في اليمن يستقطب أعضاء ويثقفهم ثم يرسلهم للقتال، وأحيانا يسيطر على مناطق ويطبق فيها أفكاره المتشددة. وخلال الاتفاق المدر للمال لم يقتصر التنظيم على الأراضي اليمنية، بل اتخذها مقرا لتنظيم أوسع يغطي الجزيرة العربية كلها. ولم يكن ليتخذ هذا القرار في مطلع العام 2009 لولا الملاذ الآمن والتهاء نظام صالح بالحرب على تنظيم قاعدة آخر لا وجود له إلا في وسائل إعلامه فقط. تدرك الولايات المتحدة مراوغة صالح وفساده وكذا استغلاله للدعم المالي والعسكري المقدم له لتنمية أرصدته وتقوية قواته الخاصة التي يراهن عليها اليوم لحماية كرسيه المتداعي. ولقد نشرت صحف أمريكية مهمة تقارير عن كذب الإعلام الحكومي بشأن مقتل قياديين في تنظيم القاعدة خلال ضربات جوية في أرحب وشبوة أواخر العام 2009. كما كشفت وثائق ويكليكس عن تخصيص السفير الأمريكي السابق بصنعاء ستيفن سيش تقريرا كاملا إلى حكومة بلاده ضمنه تبرما من استخدام وحدة مكافحة الإرهاب المدربة وفق المنهج الأمريكي العسكري والممولة أمريكيا في القتال بصعدة ضد المسلحين الحوثيين. سيبدو الصبر الأمريكي على استغلال نظام صالح لقضية مكافحة الإرهاب مثيرا للاستفهام، فضلا عن رسائلها المتناقضة حينا والخجولة حينا آخر بشأن تشبثها به في وجه الثورة الشعبية المجمعة على خلعه. غير أن الاستفهام يزول حين يتضح حجم التنازلات الخيالية التي منحها النظام للأمريكيين في البر والبحر والجو، بما في ذلك واحد من أهم المضايق البحرية في العالم تمر عبره ملايين الأطنان من النفط يوميا. لا تقارن تلك التنازلات بأي من قرارات الحكام في العالم النامي، هي علامة مقصورة على صالح وحده، ولن يحتاج أي مراقب ليجهد نفسه في تتبع تلك التنازلات فهي كثيرة. يكفي لأن تعود عاما إلى الوراء فقط لتجد ما يصدمك حقا. إنها صفقة بيع الغاز الوطني لكوريا الجنوبية بأبخس الأثمان،
في واحدة من الفضائح المدوية. فالسمسار المظلل نخاس أرض بامتياز. قال للأمريكيين: لقد فتحت لكم الجو والبر لتفعلوا ما تشاءون. هكذا نقل الأمريكيون أنفسهم عن الرئيس صالح في برقية ويكليكس المسرة. ورغم ذلك ظن اليمنيون أن الإدارة الأمريكية بدأت التحرر من هوس التعلق بصالح، حين قال المتحدث باسم البيت الأبيض: إن على صالح البدء في نقل السلطة، مضيفا: إن حكومة بلاده كانت تتعامل مع حكومة كاملة فيما يخص الحرب على الإرهاب وليس مع شخص بعينه. وهو ما فهم أن الإدارة الأمريكية قد نفضت يدها عن حليفها المشرف على السقوط. سيعقب هذه الخطوة تقهقر يفرغها من المضمون تماما، إذ صرح وزير الدفاع روبرت جيتس أن بلاده مستمرة في تقديم الدعم العسكري لنظام صالح من أجل محاربة الإرهاب. لا تخرج هذه المواقف عن تفسيرين اثنين، فإما أن اللعاب الأمريكي يسيل للتسهيلات الممنوحة له من النظام وقد آثر التمسك بها على حساب المحاربة الجادة والنزيهة للإرهاب، ليتولى الأمريكيون هذه المهمة في اليمن بطائراتهم التي تجوب السماء اليمنية من دون طيار وصواريخ الجحيم والبوارج الرابضة في المياه اليمنية. وبحسب السياسة الأمريكية القائمة على المصالح الصرفة، فهذه الحسبة مريحة لها لأنها تضمن لها مراقبة المنطقة كلها من خلال التسهيلات الممنوحة لها من صالح، الذي لا يهمها بعد ذلك أحارب الإرهاب أم لم يفعل. والتفسير الثاني أن الولايات المتحدة تتلقى رسائل مضللة من النظام يوهمها فيها بأنه ما زال قويا وممسكا بزمام الحكم، وأن ما يحدث مجرد أزمة سياسية مع المعارضة، ويخفي الصورة الحقيقية لوضع رئيسه المحاصر داخل داره الرئاسية منذ نحو شهرين، وانحصرت صلاحياته التي كانت مطلقة في خطبة أسبوعية مغتضبة أمام من يحشرون له إلى ميدان السبعين. لكن ووفقا لمنطق السياسة ذاتها، فالأجدى للإدارة الأمريكية أن تستثمر من أجل الأمن الذي لن يأتي إلا في ظل الدولة الجديدة التي تلوح في الأفق وتشرئب إليها أعناق الملايين في ساحات الثورة. بعبارة أخرى، على الأمريكيين إدراك أنهم كانوا يستثمرون في تنمية الإرهاب على يد صالح طيلة عقد كامل، وحان لهم أن يسهموا في تجفيف بيئة الإرهاب الخصيبة وأن يكافحوا مخاوفهم على نحو الرشيد، بحيث لا يظلوا ضحايا وجناة في آن واحد.